الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. الدرس 21 من كتاب المقدمة الأجرومية في علم النحو وفي القواعد العربية للشيخ محمد بن داود السنهاجي رحمه الله تعالى. باب الأفعال، هذا محله ومبحثه. عشر كي كوي لباتنات لباتني كوبات كتابك المقدمة الأجرومية في علم النحو وفي القواعد العربية، وألف الشيخ محمد بن داود السنهاجي رحمه الله تعالى. هنا رب لابنا يا عشر كوي لباتنات. باب الأفعال، أفعاش باب كيدي، هذا محله ومبحثه. أفعال هل كان باب بس الله رحمه سيدة يذب النحوذ سو أقسام الكلام صدح ماهي، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، حرف يسوي غير كي ومعنى كاتو ساكلي معنى ملا حاجة اسكدك. حكم كي سنة، والحروف كلها مبنية استثناء ملا وحلق سور هي ملا يضوى اسكد بيرت. الحرف لغة الظرف واصطلاحا كلمة دلت على معنى في غيرها، كلمة وهي معنى غير كي كاتو سيس. حكم الحرف مياه، والحروف كلها مبنية. ابن مالك وكير في الألفية، وكل حرف مستحق للبناء. حرف كاستوحون متيستوي مبني إنو النقل حرف كاستا مركوا بدون استثناء. محاسوا هري أفعال وباب كان كليا، وحي باب كان كاسوا هري وأسماء نحو ذو حوقي إذا مركا أسماء ذو أسماء ذا مها النقطة مرفوعات الأسماء، أسماء ذا اللي قد يتضو شيخونا ديه دو، أما منصوبات الأسماء أسماء ذا اللي قرد قايو شاني يتمنونا ديه دو، أما مخفوضات الأسماء أسماء ذا اللي حسر قايو صدحونا ديه دو. نحو ذو حوقي ذو حويها، نحو حوقي ذو محويها وأسماء وأدقرت مرقال كاسو كالو حيدا العمود الفقري ويدا لغة عربي لف نبر مركا نحو حال لف نبر واه، أما لب الموضوع موضوع الدوحيسة العمود الفقري نسيب الأسد قيب اللي بحوا حقاتي وأسماء تاوامدو. باب الأفعال بوهر كان كاها الله، ولمن حقيقة الأفعال بوكاها الله، أما حقائق الأفعال الاستلاحية ده. أفعاش حقيقة هذا حاجة استلاحية حاجة اللغة واتسوها مرتو. الفعل لغة الحدث بلا فعل كل لغة عربي قد نعضوي نعضو ها مركا هلكن وحالك الله حقي استلاحة الأفعال وأفعاشي ثلاثة صدح وهي ماض متغي ومضارع من مضارع الله معنى كان حالي استقبال حق معنى وأمر أمر مستقبل نحو قولك هذا الكاقي وحي لم يدوي ضربوا قراعي وماضي ويضربوا قراعي دونا ومضارعي ويضرب هذو قراعي ومضارع حال أله ويضرب قراع دون مضارع مستقبل وضرب قراع وأمرك. أفعاش وصدح أفعال النحات بالقوة نحو لي أفعاش وصدح محل وقاضي بالاستغراء والتطبع بينه أغرين إيا دبقل بالاستغراء والتطبع أفعاش إنا يصدح تاي محل ما الدليل على ذلك له مرقوا هذه بالاستقراء والتتبع وإجماع النحات وأغرن إيا الضبقل إيا النحولي أخو إجماعي إنه واحد دليل أباهنين بأجر أرمها قار هذا إنت إن مقالة مقدشة جوغ أما صومالية جوغ إنا المالين خميسة جوغنا وانقلب خميسة وإليمان جوغنا بعد العصر جوغنا روح أدوكو دا ما الدليل على ذلك حقا يدو لقاجي نيسا وخميس باتي مركز يقول خميس نيتا محاد دليلوه هيا جيق بعد اسكونا قرأت السومة مركز ساتي ما انت وخميس ها معد كيبان لها قلبتا انا خميس تا قلبتا او قلبت خميس انا خميس تا وعي عدهات يسانو حيوكو ما الدليل على ذلك وحيالها النوع عاسوا وحيالها
iska jeli waadix bay dhahay miduu yidhi walaa yasixu fi ladhaani shay-un ida ixtaaja annahaaru ilaa daliilin walaa yasixu maba asaxayo fi ladhaani caqliga shay-un shay ida ixtaaja annahaaru maalintu hadday u baahatay ilaa daliilin daliil duku dhaa qoraxdii inay soo jeeda itus qoraxdiina taata gocadaas qoraxda waa muuqataa inuu yaadha isku xiqin marka waxaa weeye waxyaala marka bil istiqraa'i watatabuci lagu ogaadaa jira aqrin iyo dabagal afcaaluhum thalaathatu fi lwaaqici maadi wa ficlu lamri walmudaarici wakiil saasuu dhahaa cimriyadu nadmu lajrumiyahan wuxuu yihi afcaaluhum naxwuley afcaasheedu thalaathatu waa saddex fi lwaaqici sida xaqiiqadae dhacday jirta maadin weeye wa ficlu lamri weeye walmudaaricu weeye afcaaluhum thalaathatu fi lwaaqici maadin wa ficlu lamri walmudaarici marka afcaashu inay tahay saddex waxaa lagu ogaaday dheen koow horta bil istiqraa'i wa tatabuci wa ijmaaci nuxaati waa naxwoley baa ku ijmaacay koow aqrin iyo dabagal waa lagu ogaaday culimada qaarna waxay dheheen adila baan u haynaa adilada ay u keeneen waxaa ka mid a aayadda ku jirta suuratu maryam lahu maa bayna aydiina wamaa khalfanaa wamaa bayna dalik lahu ilaahay waxaa u sugnaaday maa bayna aydiina horteenna wixii ahaada waa mustaqbalkii bay dhahay mustaqbalki wamaa khalfanaa gadaasheenna wixii ahaadoon ka soo tagnay waa maadigii bay dhahay wixii aan soo dhaaf shalay oo arbaca gadaal baad ka soo tagtay moogta wamaa bayna dalika labadaa wixii u dhexay waa xaalkii bay dhahay aayaddaa horta way keeneen lahu maa bayna aydiina wamaa khalfanaa wamaa khalfanaa wamaa bayna dalik waxay kaloo keeneen shucaraa'u ljaahiliya nin ka mida mucalaqaatu sab mucalaqaadka toddobada nin la zuhayr ibnu abi sulma salma maah waa bidami si bidami siin siinka waad gee zuhayr ibnu abi sulma baale sulma marka wuxuu yihi ninkaas waxay dhahan qaarkood ashcaru shucaraa'i man qaala man waxaa ku badan isaga shicirkiisa man nin xikmad badan buu ahaa laakiin jaahiligii buu ahaa jaahili markii lagu leeyahay waa qabla muxamedin sala allahu calayhi wasalam intaa nebi maxamed lasoo bixinin ka hor imruulqays iyo nebi maxamed waxaa u dhexeeyey qaar ku dhihi 150 sano adigu shucaraa'u ljaahiliya waxaa loo yaqaanaa maa qabla alislaam islaamka ka hor intaa nebi maxamed lasoo bixinay sala allahu calayhi wasalam marka ninkan wuu xikmad badnaa jaahiligiina wuu ahaa marka wuxuu yihi wa aclamu cilma alyowmi waalamsi qablahu walaakinanii can cilmin maa fii qadin cami cami anusaw cami oo yada lasu iyo cami wa aclamu waxaan ogahay buu cilma alyowmi maanta cilmigeeda muxuu yahay kaas waa xaalki waa maantaad ku jirtay mogt alyowm aladii anta fiihi wa aclamu waxaan ogahay cilma alyowmi maanta cilmigeeda kaa waa xaalki xaalkii ilan zamanku waa saddex maadi xaal istiqbaal xaal waa waxaa hadda ku jirta xaal waxaa ka mid yaqra'u lmucallimu addarsa alaana macalinku wuxuu aqrinaaya cashirkii hadda aqrintii waan wadnaaba soo ma yastamiicu dullaabu ardadu waxay dhegaysanayaan addarsa cashirka alaana hadda dhegaysigii waaba socdaa soo ma kaa waxaa le xaal xaal waa wixii hadda socda wixii hadda socda waay istiqbaalla maxaan ku ogaana bacda zamani takallum hadalkuu ka dambeeya istiqbaal bacda zamani takallum dambaynta ama ha noqoto fiiri hal daqiiqo ama hal sac ama hal maal ama hal usbuuc ama hal bil ama hal sano ama 100 sano waxay dooni ha noqon hadalka kadib baa la maadina maxaa le qabla zamani takallum hadalka ka hor hadalka ka hor ka horta ama ha noqoto daqiiqa ka hor ama saacad ama maalmo ama sanooyin waxay dooni ha noqon marka xaal iyo istiqbaal iyo maadi saasaa ku kala ogaanaysa maadi waa qabla zamani takallum hadalka ka hor ka horta intay dooni ha la ekaato hadalkan ka hor haa salaadii casar waa la tukaday markaa hadda leh markaan ini ka hor baa la tukaday soo ma waa maad waa maad
كون سنة كور وحي كدعا شيخ هذا أي وحاتر عمر بن الخضاب وحوها سيلك مجو كوني زياد وماضي يوحك دقيقوين كهر دعي يوحى سنوين كهر دعي واسكم الماضي قبل وبعضو فيرن قبل زمن التكلم هذا الك كهر مستقبل لما حاضو فيرن بعد لبدا مركه وادد ماضي وقبل مستقبل بعد حاله وحي هذا صعده الافعال وافعاشي ثلاث مركه وحي شاعرك واعلم وحان اوغه علم اليوم ما انت علمي وحالك حالك وياد والامس شل علمي يدنا وان اوغرو والامس شل علمي يدنا وان اوغه قبله ما انت كوريسوي يا شل علمي شل ما حي نقن يا ماضي ان هذا الككور بي هي ولكنني ها ساعات عن علم علم علمي سو ما في غد بري كوسان عمي واك ان دلا هي كان معي بري علمي معي مستقبله الا ما قال ننكا حكمويين كيسا شعرك كجري وحوير ومن هاب أسمام المنايا ينال له وين يرقى أسباب السماء بسلمي روحي جيريك بقوي هدو جران جراحة عيرك وقروي وكوالي ليساوي ومن هاب روحي كعبسدوي أسباب المنايا جيري ذا جيريت كيدا ينال له ويقاري ساوي وين يرقى هبا كروي أسباب السماء السماء ودوين كيدا بسلمي جران جراحة دوكو قراحة وكوهر يساوي وكلو يرمارك لما قبيل بوكالا دحكا وعرنت وحي أحي لما عيد با انت اسكو سو الدولين اي قم اسكا قلين بريق جاهل قادي وحان معنا لهم بالاسكو دقال حرب البصوص بين بكر والتغلب مركا قم مركا نين هرم لدهو حمالا دي قاضي وقبيل كي كالا دحكا ادوا مان انك لمن كينا وواني وحوين وما الحرب إلا ما قد علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم وما هو حديث شوق صومالي بالله الله صومالي وحوي وما الحرب الدقال موهي إلا ما قد علمتم ووحد أغيدين بي وذقتم عدد مسان أذكو قحذين أذكو بعضين وما هو الدقال موهي بالحديث شكاء المرجم لما لينا مرم موهي مركي اللي سلطة كسف نك والله بابي صومة مركو حوي دقال وكاد أغيدين بيسكجل وما الحرب إلا ما قد علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم وحوك لوير وما لا يتقي شتم يشتمي نحن عاي إسكيل عن والعايب ما عاي هداد فريستوية أنه والو عاي مركض وحوك لوير روحا إحسان استاهل هذا إحسان أفشوي روحا إحسان بقرين إيني بق سوالي الجسار بيدهن قار سوما روحا إحسان بقرين يا احسان فشيب يكون حمده ذما عليه ويندم هرت امانت عيب نقنسا ذنب يغلى هبا لله ذنب راغر ويندم وان شاء الله يس مره وحو كو تري مغره مركه شعيركي سمنتا كبد من مركه وهي دا اشعر شعراء من قال من وعلاقاتك تضبدو كميه الافعال وافعاشي ثلاثه صدحوي ماضي فعل تجي ماضي محاكو قرنينا قبل زمن التكلم ده مضى وانقضى بيديجا مضى وانقضى ووحدة ماضي تجي مضى وانقضى ماضي وحتجي قبل زمن التكلم ده هذا الكهر أيوة أحد ومضارع مضارع فعل هذا ماضي وهل فعل هل زمن بونتوسيا ماضي وهل فعل هل زمن بوتوسيا وماضي وكلي هل زمن بوتوسيا وحوتوسيا قبل زمن التكلم هذا الكهر واحد قبل زمن التكلم ما مضى وانقضى منه ما مضى وانقضى وانقضى واحد ماضي أيو تصير ماضي وحال فعل وماضي معنى أهانة هل معنو تصير ما مضى وانقضى واحد ماضي اتقي تقي نسينكو غانين قبل زمن التكلم هذا الكهر واحد هذا الك كهر وحاها ومضارع مضارع عشان مركب ملاحظة جرت مضارع إسكج مضارع وحدي وهل فعل وهل فعل حاجة معناه لك ولا ما معنى مركتها إسكجر ومضارع وحدي مضارع ها وهل فعل
لكن حاجة معناها لما معنوه كان حال هي استقبال مضارع وهل فعله مضارع بالله حاجة معناها هي الزمن كوتوسي واللب زمن كوتوسي والحال والاستقبال الحال وحد صعود سيدا شرح أغرنت الله أغرنا عشر واي دقيسي اللي دقيسنا وحد صعود أوه وراهو ذات كيبات مركز عليه يصلون ويتكنايا تكشدي بي وضعن كجيران سواما وحال ومضارع لكن وحال تكشدي بي صعود طبع أين فلان يأكل الآن تهضى وعنايا قعنتم وقوها يا صباح ها أين فلان يشرب الآن هدو بي عبايا يشرب الماء عبيدي بوضع كحال بالي استقبال سلاكي با سينجلين اوكل سيشرب وعبيدونا هدو بي عبايا ما بعد الزمن التكل مركا مضارع وهل فعل او مضارع حاجة معناها هي حاجة زمن كان لكن لبي زمن بوتوسية زمن الحال حال كحاضر نوالم كتبت قار الحاضر بعدكوا أركضون زمن الحال أما الحاضر وقت الوجود هذا وزمن الاستقبال وحصوص وأمر أمر سو أمر هل زمن بوتوسيا مستقبل فقط مستقبل فقط ضد بقور هل كنسكج ماضي واحتجول وهل زمن أمرنا هل زمن بوتوسيا مستقبل واستقبال فقط اضرب قراع مركضة يروح وما وش قاضن وقراع وما وش قراعي نسمة ها دولته هذا وارك تمر مر دولته وحيدا روحها شغذا واقع بحنا مركو مذحوينه صحيحة ما هبلو صحيحة يالدي نسمة ها مرك أمر وحاته اقرأ أغري هبلو مرك اقرأ أفكا كذا ما تيو أغرني ما أغرني نسمة ويل كاغاد كنت الوريا واي اوشا اوه كالا قرآن كاغر سورة البغرة كصباحات ماركا اتري كدب وكبح وكبح النسامة عوديه كارتين ودون تصامة امر كيفولي نمبا ماركا امر كوا مستقبل مستقبل الافعال وافعاشي ثلاثة سدحوي ماض فعل تغي وحوت سيانة هل زمن اتغي مضى وانقضى ومضارع مضارع وهل فعل لكن لبى الزمن بوتوسيا حقا توسين زمن الحال وزمن الاستقبال يضرب سيضرب يقوم سيقوم يقول سيقول سيقول سفاه أوكر سين يسوفا ديكش مستقبل وأمر أمر وهل فعل هل زمن بوتوسيا ومستقبل فقط المستقبل والاستقبال لبضا واسكم منها نحو ضرب وقراعي وماضي ضرب وقراعي ما قرأت بحوية هاي كاس ماضي ضرب فعل ماضي مبني على الفتح لا محله من الإعراب ويضرب قراعي دونا فيرا هذا ويضرب مضارع الله ما معنات كاللغ بين كرت ويضرب قراع هيا هدا ويضرب قراع هيا هدا محونا قنا مضارع لكن معنيه سي زمن كيسو محوية حال ويضرب سلايسي ويضرب قراعي دونا محونا قنا يا مستقبل وك ها ويضرب الله بضبا كدغان كرت ويضرب قراعي حد قراع هيا قراعي ودا ويضرب قراعي دونا مستقبل واضرب قراع قراع مركا دهم بو قراعي ما قراعي ومستقبل سو فالماضي ماشي وحكى بالماضي احكام الافعال احكام افعاش احكام تادي فالماضي هذا يا ما تكبحينا الهي دك فالماضي مفتوح الآخر أبدا انت سا وحبادن كو هسدوغي انت سا ها وحبادن كو هسدوغي فالماضي فعل كي ماضي حكم أهوي حكم بالغة لاد حكمه مفتوح الآخر آخر كي سمي الله كرنيكي ويا أبدا ولغي بوير فير هذا هالكاس أورتا ماضي وحادي مركو كوبات فير هذا مركو كوبات تلابة كوبات الماضي حكمه مبني بعدي حكم كسوة مبني هرت مالك إعراب شقق ماله الماضي أفعاش صدح لنا وحا أصل وماضي أفعاش صدح صوما ماضي مضارع أمر صدح لنا وحا أصل وماضي ماضي أصل لبضا كلا
maadigii hoos imaanaya asalku waa maadi afcaasha markii la joogo waxaa asala maadi maadiyoo xukumkaagu horta muxuu yahay xukmuhu shaki la-aan wabiduuni istitnaa wax laga soo reebay male mabniyun xukmuhu albinaa baad leh xukmuhu albinaa ay mabniyun xukumkiisu waa bine icraab shaqo kuma leh baabul icraab shaqo kuma leh isagu kaa waad ogaatay anwaacuhu baan gelaynaa marka kaa waa xukmuhu xukmuhu albinaa xukmuhu mabniyun falmaadi maadigii maftuuxu laakhiri aakhirkiisa mid loo kordhigii weeye abadan weligii maadi waxaani xukmuhu albina waa mabni anwaacuhu ama aqsaamuhu midkaad ka cabirtaba anwaacuhu anwaacuhu noocyadiisa ama aqsaamu culimada qaar bastiya afar bay ka dhigeen qaarna saddex saddexaasaa loo badan yahay kuwa saddex yiri fiiri hadda iyo kuwa afar yiri hal lambar unbay kala tiriyeen kuwa afar yiri hal lambar unbay waxay ka dhigeen labo hal lambar labo haddaa ka dhigta meequ noqona labo kuwana waxay dhaheen saddex kuwana lambarka koowaad baa waxay dhaheen waa labo iyo labadan kale meequ noqona kuwa waxay dhaheen waa saddex anwaacda maadiga waa saddex kuwana waxay dhaheen labadan waa idinla ogol lahay labada kaa koowaad labaa loo sii qaybini meeqo noqonaya afarta lagu sheegay waa inta kii koowaad unbay dhaheen labaan ka dhigeena kii koowaad kuwana waxay dhaheen ka koowaad hal hal buu isku yahay marka saddex markii lagu leeyahay afar meel ma kala jirto waayo falmaadi maadigii maftuuxul aakhiri aakhirkiisa mid la kordhigi aakhiri baadna dhihi aakhi bikasri lkhaa bala aakhari haddaada ku kaluu noqon lama rabo aakhi wey maftuuxul aakhiri aakhirkiisa mid la kordhigi wey abadan weligii anwaacu lmaadi ama aqsaamu lmaadi thalaathatun waa saddex waqiila arbacatun afar baa ley saddex haddaan ka qabanna koo waxaad dhihi ficilka maadi culimada qaar saddex bay dhahe kuwana maxay dhaheen afar mar kastana yubnaa baan ka qaybta koowaad haya saddexdii baan ka bilowday alawalka koowaad yubnaa baad ka bilaa yubnaa yubnay u dhig hadda yubnaa nuunka alifa ku taagay yubnaa yubnay yubnaa waxaa lagu binayni cala alfatxi fadxaa lagu binayni sawaa-un kaana daahiratan aw muqadaratan nooca koowaad maadiga waxaa lagu binayni kor dhig fadxa fadxada ama daahiraha noqota ama muqadara yubnaa cala alfatxi sawaa-un kaanat daahiratan aw muqadaratan ma la yidhi yubnaa cala alfatxi sawaa-un kaanat daahiratan aw muqadara mithaalu daahira daahirada mithaalkeeda maxaa ka mid a daraba meel dheer baa ka keena daraba akala qaama qaala qacada daraba ficlu maadi mabni cala alfatxi laa maxal lahu min alicraab akala ficlu maadi mabni cala alfatxi laa maxal lahu min alicraab qaama ficlu maadin mabniyun cala alfatxi laa maxal lahu min alicraab waa daahiradii ma garad muqadaradaasoo hadha halkan u fiirisa masaale muhiima w ficil maadi fadxadiisu waxay muqadara noqotaa hal mar hal mar muctalu lalif hadduu noqdo alif bas hadduu ku buko ficil maadi wuxuu ku jiradaa he alif keliya wow kuma jirado yana kuma jirado radiya wakaa radiya ya baa ugu dambaysa ma jiranya maya radiya ficil maadi mani cala fatxi laa maxal lahu min alicraab male radia allahu canhu maraduu canhu adgana radia allahu canhu wowna kuma jirada sarwa sarwa waa kor noqday badwa baadiyuhu aad ribaadiyo noqday sarwa wa badwa marka weligaa ficil maadi goormaa fadxa lagu qadara haddii la dhaha hal mar baadi hal mar markuu alif ku buko bes muctalu laakhir bilalif markuu ficil maadi muxuu ku jiradaa alif faqad alif keliya wow kuma jirado yaa kuma jirado meeshaa inaada ku sirmin wey meeshaa inaada ku sirmin baa la ficil maadi wuxuu ku jiradaa keli ad leya alif dacaa ramaa ghazaa kaasu sallaa laakiin wow kuma jirada waa sarwa wowgu hadda saxiix buu yahay maadi markii la joogo wow kumaba jiradaba yaa kuma jirada waa radiya yaa kuma jiro wow basuu ku jirana waayo feer hadda halka
مقدرة دي مثال المقدرة وحدي أرتى المقدرة وحوي هو المعتل بالألف أما معتل الآخر بالألف وعميد كآخر كيسو كل جرينها ألف كده معتل الآخر بالألف معتل بالألف وعميد كألف ككل جرين ميد كألف ككل جرين نحو دعاء دعا فعل ماض مبني على فضحة مقدرة على الألف منع من ظهور التعذر دعا فعل ماض مبني على الفتح على فضحة مقدرة مبني على فضحة مقدرة على الألف منع من ظهور التعذر وحال من رمى ورمي وقرنت اسكجر رمى رمي وقرنت وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى رمى ذات ما رمى وحلها فعل ماض مبني على فضحة مقدرة على الألف منع من ظهور التعذر غزا ودولي غزا غزا فعل ماض مبني على فضحة مقدرة على الألف منع من ظهور التعذر ما يقنع بعض هالكا كويس هل نعصمة هل كان نوع من علماء ذي كلا قادم كوي أفرتي وحيدة يمنع على فتح ظاهرة واللمبر يمنع على فتح مقدرة واللمبر ما يقعك صبيح مركز لا واللمبر لا واللمبر اللي هو شيء كاو علماء ذا كلا وحيدة يمنع على الفتح هاللمبر سواء وحاسكم ذا كانت ظاهرة أو مقدرة فتح لغو بنا هالمان كقبلين كوانا وحيدة ما يلا والله قد يوحنا يمنع على فتحة ظاهرة ضربة يمنع على فضحة مقدرة إن كان معتلا بالألف إن كان معتلا الآخر بالألف دعا رمى غزا ألقى يعني. كما لقد كوى لبك تريين لمبر كان لبا أقيمي كوى هل يرين هل بيسكوي هيدا هل كان محاد كبح فضحة لقو بينين فضحة ظاهرة نقاني هدون ألف كو بكين أمادي وها ماضي لقى إلا هو ألف بس وحو كبك هذا وألف كلي أما قرأت وحك لو كبك أنا أمال وو كمبك هذا يا كمبك هذا حروف كلو علا رمي بجل حروف العلا صدحهم بها ألف واو يا سوما ألف بس وكبك هذا ماض ألف كلية بس ورك لماري مارك وحالغو بنا ينفضح ظاهرات ديه هدوس ألف كبك هدوس آخر كيس ألف آي ضرب قتل أكل شريب هدو ألف كبك أنا محالغو بنا ينفضح مقدرة فضحة مقدرة هدو ألف كبك محالغو بنينا فضحة مقدرة دعا فعل ماضي مبني على فضحة مقدرة على الألف منع من ذوري التعذو نوع اللوات قال هد كاهل لمر بإنه كدين لمن لمر روات كدين كرتوات كلا قيبين كرت هل لمر هو أدي سن كرت هل كإن لو دي أبدين كتب تلاك هل كإن لو دي أبدين نوع اللوات ماتري مركز تماضي وحان يبنى بعد كوب بالله مركز تماضي ماشي دوني هجو نوع دوني هنو يبنى ويسو يبنى 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 على الضم إن اتصلت به واو الجماعة له يبنى على الضم قد با لغو بنين ويلو قد آخر كيسة ضربة محاو دم بينجر ضربة محاو دم بينجر ما حرف قد ما يمحوها ضربة حرف كحرف بعضا سامان تلو قد سبب وبالحيل ضربوا بلده ما قال يمنع على الضم إن اتصلت بها ديل حليل دالي واو الجماعة نحو ضربوا ضربوا أكلوا قتلوا شربوا صاموا قاموا قالوا ضربوا فعل ماضي مبني على الضم الاتصال بواو الجماعة به واو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع أكلوا فعل ماضي مبني على الضم مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة واو الجماعة فاعل واو الجماعة وغنى ذلك سوا فاعل واو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع قاموا ويستاهم بيد السوس والله بتوع مريد وكان جرى الضمائر تمركي اللي جوا روح وادبت والمضمر 12 نوعا قسما كقمت قمنا قمت قمت قمتما قمتن قامت قامت قاما قاموا وقمنا نحو صمتم عاما ولكن الحفيده ما لها ودي بضم انه حالا وحرى انه قمت قمنا قمت
قمتن قام قامت قام قاموا قمنا تي او شعروا لو يطوان كيو ذي اشعر وحيدي جاي هدو عرب جبايا اللي فعل اللي كجب لها بدر الدين كو ها عمري دي واحد صور نوحا دول كدي بدر الدين واحبان دا احوان سلان سلان قا بيد ان لكيري كريم بيد انبا انتو اركي وحوية كان فود اللي مقلين كرو كان فود ها مركا عيار ما قار باسيكال اقول نواقيم حول واحبان دا احوان سلان سلان قا واحبان دا احوان سلان سلان قا مرك هولك لو قلي واد قرات مرك مرك المهم يمنع على الضم مت ان اتصلت به واو الجماعه واو الجماعه هذا اللحن نحو ضربوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعه مت واو الجماعه فاعل مبني على السكون في محل رفع قاموا فعل ماض مبني على الضم فعل ماض مرك افكاك مبني ان كوج فعل ماضي أفكار مكدمات مبني ها ماشي جوجون بعد فيرنا بس مبني على الفتح مية فتح ظاهر مية فتح مقدر مية مبني على الضم مية مبني على السكون انتهى كما بحيصو ضربوا فعل ماضي مبني على الضم الاتصالي بواو الجماعة وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع أكلوا فعل ماضي مبني على الضم الاتصالي بواو الجماعة وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع واي حالة الصدحة هذا قدام بس يبنى مركز يبنى وانكم بلاوين نواي سوشي يبنى على السكون إن اتصل به ضمير رفع متحرك يبنى بعض الناس يبنى على السكون سكون بالغو بني إن اتصل به دول حديث ضمير رفع متحرك ضمير رفع محالك وضع فاعل ضمير فاعل ضمير قدن وضمير فاعل يمنع على السكون إن اتصل به ضمير رفع متحرك ضمير رفع فير هذا هدان سهل له إن أمثلها وبض لكن ميل دو بعد كقمان يقول وسكب بحك ضمير رفع أرتى وحالك ضمير جذن بالو وحركيسن ضمير جذن وحركيسن ضمير قدن وحالك هو فاعل ضمير كان قدن الوشي وفاعل مرتا انت عمال ضمير رفع اهل الوشيين وطو تا قدن وطا تا قردقا وطي تا هوسي هل كان محاك كجرة تا انصد حركة قاتل سوما تو تا قدن تا تا قردقا تي تا هوسي سوما هرتا تا كتري هل تا مايس نا نور الف كتاني iyana nun kaliya meega waa intaas taada markii hal laga tiriyana meega waa saddex magar damir rafaa lu sheeg waa inta ta ti tu oo ta isku wada xarakadu kala duwan na nun alif ku ta na nun kaliya oo kordhi maxaa laga wada dhahad waa darabta darabti darabtu tu daama han noqoto darabtuma أما ضربتم أما ضربتن وحي دوني تأذى قذن بالغوة بس ضربتي والقرى سوما تأذى قذن يضو حين نقطة ضربت كليا ضربتن تأذن بالغوة مهمة دوا تأذى نانا وحلقوا ضربنا قلنا فعلنا ما قرشت نانا وحلقا نور نسيوها وين كيوا ضربنا قمنا جلسنا فعلنا وقلنا سمارك وك ضمير رفع لو شيء وانتس ضمير رفع سو فاعل بات ماضي مركو لا خيسه و هو كان ماضي و غداي ضرب ما هو دمي جري ضرب با كورين سوما تا لا خيرين مرك ضرب تو سمير ريمس يمنع على السكون وك مرك تا سالغون يمنع وها لو بنين على السكون رب ان اتصلت بها دا لا خيسه ضمير رفع متحرك ضمير رفعنا وحال لغا ودا تو تاتي نا نا وي ولماذا قارر وحي دي جيران تو نا نا تو دي تا دي كسو قادي مكت تو نا نا واد قارتي معنا تو دي اما تو هان نقطة اما تا اما تي ضربت ضربتي ضربتو وحي دوين هان نقطة تو تا دي با لغا
نا وضربنا نا ضربنا ضمير رفع على شيء وانتاس ضمير رفع وحلو بحوجدين هو فاعل ومتحرك وحركة سينه وكردية أم وجدية وهوسية مارك يمنع على السكون السكون بالغو بني إن اتصلت بها دي لحيسة ضمير رفع إن اتصلت بها دول لحيسة ضمير رفع متحرك نحو ضربت لمركات ضربت فعل وفاعل بعده ضربت فعل وفاعل حد الفعل ضرب ضربت فعل وفاعل حد الفعل ضرب مبني على السكون لهذا مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك ضربت فعل وفاعل متر حد الفعل ضرب مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك وتاء فاعل ضرب وكان فاعل وتاء فاعل ضرب مبني على الضم في محل رفع ضربت فعل وفاعل حد الفعل ضرب حدك حجز مبني على السكون مدوك مبني على السكون محا سكون لو قبل لاتساله وحو لحلي بضمير رفع متحرك ضمير رفع على شيء واتاء وتاء فاعل ضرب مبني على الضم في محل رفع ضربنا ضربنا هدنا ضربنا فعل وفاعل حد الفعل ضرب مبني على السكون لاتساله بضمير رفع المتحرك وانا فاعل ضرب مبني على الضم في محل رفع مبني على الضم هذه ما وانا فاعل ضرب مبني على السكون هذه سيده مبني وحاله حركه صارن بعد كوبينينس ضربنا فعل وفاعل حد الفعل ضرب مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك وانا فاعل ضرب مبني على السكون في محل رفع قبله ضربنا ضربنا نونكي كليو ضربنا ضربنا فعل وفاعل حد الفعل ضرب مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك ونون النسوة فاعل بادي ونون الإناث فاعل ونون النسوة فاعل مبني على الفتح في محل رفع ماضي من أجرومي إلى ألفية أفرتا مسألة واحدة في كرمج من أجرومي إلى ألفية قعنتك وجرى ما قرأت ماضي شيء كذي سواح انت عدافين كرمج شيخ شرح بعضا كبحية كي شرح يركب بحية ماضي حكمه مبني ماضي هورت بنيه سنة محون نقضي أنواع ديس صدح فضح ظاهرة إن لغو بنايو وهدان آخر كي سواح ما الله حيسان معتل وصاين وحكو جردان ألف هدو ألف كبو كوضانا محال لغو بناين فضح مقدرة واو جماعة دي لحلسة محال لغو بناين ضم ضمير رفع متحرك عدول حيس محل لغو بني سكون من أجرومي إلى ألفية أنت واحد عافين كرمج ها هكذا ندندن ومرك هل كانوا ملقوذ وريقة هي واتفا أنت سوما ها هذا ألفية أكبر إيسا أنت مال لك ماضي أنت كما بحاج ماضي كلو مال لك كينا مالح عرب ويدبقرين ماضي أنت سنو حكمه مبني أنواعه يمنع على فتح ظاهرة إن كان صحيح على آخر ولم يتصل به شيء يمنع على فتح مقدرة إن كان معتلا بالألف معتلا الآخر بالألف يمنع على الضم إن اتصل به واو الجماعة إن اتصلت به واو الجماعة يمنع على السكون إن اتصل به ضمير رفع متحرك وإنت ما لقيت والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم بالله التوفيق سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.